حديقه وادي السمار المشيده في مكان المفرغه العموميه السابقه للعاصمه سيتم استلامها قريبا بعد التاخر الذي شهدته بسبب مشاكل اداريه وتقنيه هذا الفضاء يدخل ضمن استراتيجيه الدوله لتجسيد مفهوم الانتقال التقاوي كان هناك مشاكل مشاكل إدارية ومشاكل تقنية رانا نعالجوا فيهم والدليل على ذلك هو وجودنا اليوم في أرض الواقع وإن شاء الله كين من هذه المشاكل في أسرع في أسرع وقت ممكن سوف يتم تحويله إلى الهيئة الوصية أو راكم شفتوا معنا مركز معالجة العصارة ويعني نقول لكم لكن أنه ليس المركز الوحيد على المستوى الوطني عندنا 33 زائد واحد يعني 33 محطات معالجة العصارات وهذا هو هذا هو الانتقال الطاقوي حديقه وادي اسمر لن تكون مجرد مكان للتنزه فقط بل منطقه تقنيه لتسيير نواتج النفايات المتمثله في الغاز الحيوي وعصارات النفايات هذه النواتج يتم التحكم فيها عبر 127 بئر موزعه على مساحه 40 هكتار يتم تحويلها الى المنطقه التقنيه المتواجده بالمفرغه بحد ذاتها حيث يتم تحويل الغاز الحيوي بعد تحليله الى طاقه كهربائيه نقوم باستعمالها في نفس مكان المفرغه والذي يغطي احتياجات المفرغه اما بالنسبه للعصاره النفايات فيتم معالجته بتقنيه التناضح العكسي اوسموز انفيرس هذه التقنيه تخلينا نقدر نسترجع حتى 80% من هاته من هذه العصارة وتحويلها إلى مياه نستعملها في عدة مجالات هنا في مفرغة عواد سمار هي إذن إحدى المشاريع الحيوية التي تم تشييدها لتكون صديقة للبيئة بفضل نظامها التقني المتطور على أمل تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى